تعد ذكرى مولد النبي فرصة للاحتفال ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتحمل هذه المناسبة أهمية خاصة، حيث تتيح الفرصة للتأمل والاحتفال. وفي مصر تحتفل بهذا العيد بحماس كبير وتبجيل بالغ، وتشكل هذه المناسبة تذكيراً بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة وكرم وسلام. وبينما تجتمع العائلات لتناول الطعام وتبادل الهدايا، تنتشر روح الوحدة والامتنان. بلغ الترقب لموعد عيد المولد النبوي الشريف ذروته مع إعلان الحكومة المصرية رسمياً عن موعد الإجازة. ففي هذا العام سيحتفل بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 15 من سبتمبر لعام 2024، مما يمنح المواطنين إجازة لمدة 3 أيام للاحتفال بهذه المناسبة. وقد قوبل قرار اعتبار يوم الأحد إجازة رسمية بترحيب واسع من قبل المواطنين الذين أعربوا عن امتنانهم لإتاحة الفرصة لهم للاحتفال بهذه المناسبة المهمة مع أحبائهم. وتتيح هذه الإجازة الطويلة للعائلات وقتاً كافياً للسفر والمشاركة في التجمعات الدينية والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية. ويؤكد إعلان الحكومة على الأهمية التي توليها للأعياد الدينية في المجتمع المصري، فهذه الأعياد تشكل فرصة للتأمل والتجدد الروحي وتعزيز أواصر المجتمع. يعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف شهادة على الأثر العميق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياة الملايين، فهو وقت يتذكر فيه المسلمون تعاليمه عن السلام والرحمة والعدالة الاجتماعية، وهي قيم لا تزال ترشد وتلهم الناس في جميع أنحاء العالم. ويعد الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم تعبيراً عن الحب والتبجيل. مع اقتراب موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، تكتسي شوارع مصر بألوان الفرح والروحانية، فمن مراكز المدن الصاخبة إلى القرى الريفية الهادئة، تتحد الأمة في نسيج ملون من التقاليد والاحتفالات. تزين المنازل بالأضواء المتلألئة، وتمتلئ الأجواء برائحة البخور والحلويات التقليدية، وتكتظ المساجد بالمصلين الذين يحضرون الخطب والدعاء، بينما تتردد ضحكات الأطفال في الشوارع وهم يلعبون بالفوانيس الملونة، رمز الأمل والهداية. وفي جميع أنحاء البلاد تجتمع العائلات لتناول الوجبات التقليدية وتبادل الهدايا وسرد قصص حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليمه. ويعد هذا العيد فرصة لتوطيد أواصر الأسرة وتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع ونقل التراث الثقافي للأجيال القادمة. القسم الخامس، حلويات المولد النبوي الشريف، رحلة في عالم الطهي. لا تكتمل أي مناسبة في مصر دون الاستمتاع بتراثها الغني في عالم الطهي، ولا يستثنى من ذلك عيد المولد النبوي الشريف. فهذه المناسبة بمثابة وليمة للحواس مع مجموعة كبيرة من الحلويات والأطباق التقليدية التي تحضر بحب وعناية. وتعد حلاوة المولد من أشهر الحلويات المرتبطة بهذا العيد، وهي حلوى حلوة غنية بالمكسرات ومصنوعة من السمسم والعسل والسكر. ومن الحلويات الأخرى الشهيرة الغريبة، وهي كعكات زبدية مقرمشة، والبسبوسة، وهي كعكة مصنوعة من السميد وتسقى بالقطر. ولا تعد هذه الحلويات مجرد متع للذائقة، بل هي رموز للفرح والكرم وروح الاحتفال بهذه المناسبة. ويعد مشاركة هذه الحلويات مع العائلة والأصدقاء والجيران جزءاً لا يتجزأ من الاحتفال، مما يعزز الروابط الاجتماعية وينشر البهجة في مجتمعنا. القسم السادس، الأثر الاقتصادي للعطلات الرسمية في مصر. تلعب العطلات الرسمية في مصر بما في ذلك عيد المولد النبوي الشريف دوراً هاماً في المشهد الاقتصادي للبلاد، فبينما تتيح هذه العطلات فرصة ضرورية للراحة من العمل وتعزيز السياحة،
إلا أن لها أيضاً تأثيراً على الإنتاجية والإنتاج الاقتصادي، وتعطي الإجازة الطويلة المصاحبة لعيد المولد النبوي الشريف دفعة مرحباً بها لقطاع السياحة، حيث تزدهر السياحة الداخلية مع انطلاق المصريين لاغتنام فرصة السفر واستكشاف مناطق مختلفة من البلاد، وتشهد الفنادق والمطاعم والمزارات السياحية زيادة في النشاط، مما يساهم في توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن إغلاق الشركات والمكاتب الحكومية خلال العطلات الرسمية قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الإنتاجية، ويتم التخفيف من حدة هذا التأثير من خلال الزيادة الكلية في إنفاق المستهلكين والفوائد طويلة الأجل لقوة عاملة مرتاحة ومتحمسة. القسم السابع، الموازنة بين العمل والترفيه، أهمية العطلات للمصريين. لا تترك الطبيعة السريعة لحياة اليوم سوى مساحة ضئيلة للراحة والاسترخاء، وتتيح العطلات الرسمية مثل عيد المولد النبوي الشريف استراحة ضرورية من عناء العمل اليومي، مما يسمح للمصريين بإعادة شحن طاقاتهم والتواصل مع أحبائهم وإعطاء الأولوية لصحتهم وراحتهم. وتتيح الإجازة الطويلة فرصة للهروب من صخب وضجيج المدينة والسفر إلى أماكن جميلة وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء. وتعد لحظات الترفيه هذه ضرورية للحد من التوتر وتحسين الصحة النفسية وتعزيز الشعور بالتوازن في الحياة. علاوة على ذلك، تتيح العطلات فرصة لممارسة الهوايات ومتابعة الاهتمامات الشخصية وإعادة التواصل مع شغف المرء، وسواء كان ذلك بقراءة كتاب أو تعلم مهارة جديدة أو الاستمتاع بصحبة الأحباب، فإن العطلات تسمح للأفراد بإعطاء الأولوية لنموهم الشخصي ورفاهيتهم. القسم الثامن، نسيج اجتماعي متماسك، العطلات كوقت للعائلة والمجتمع. في عالم تهيمن عليه الفردية بشكل متزايد، تعد العطلات الرسمية بمثابة تذكير قوي بأهمية المجتمع والتواصل الاجتماعي، ويؤكد عيد المولد النبوي الشريف على وجه الخصوص على قيم الوحدة والرحمة والكرم، وتجمع العائلات والأصدقاء لتناول الطعام وتبادل الهدايا والمشاركة في أعمال الخير. وتتيح هذه المناسبة فرصة لتوطيد العلاقات وإصلاح ذات البين ومد يد العون للمحتاجين. ولا تقتصر روح الكرم على أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، بل يشارك العديد من الأفراد والمؤسسات في الأنشطة الخيرية مثل توزيع الطعام والملابس على الفقراء، وزيارة المرضى في المستشفيات، ونشر البهجة في مجتمعاتهم. القسم التاسع، قرارات الحكومة وردود فعل الجمهور حالة عيد المولد النبوي الشريف لعام 2024. قوبل قرار الحكومة المصرية باعتبار يوم الأحد 15 من سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف بردود فعل إيجابية للغاية من قبل المواطنين، وقد أتاح الإعلان عن موعد الإجازة قبل حلولها بوقت كاف فرصة للتخطيط والاستعداد بشكل جيد، مما زاد من أجواء الاحتفال. وتؤكد ردود الفعل الإيجابية الساحقة من قبل الجمهور على المكانة الخاصة التي يحتلها عيد المولد النبوي الشريف في قلوب المصريين. القسم العاشر، نظرة إلى المستقبل، الإرث الخالد لعيد المولد النبوي الشريف. مع اقتراب موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، يتطلع المصريون إلى الاحتفال بهذه المناسبة الغالية بروح متجددة من الإيمان والوحدة والامتنان. وتشكل هذه المناسبة تذكيراً في الوقت المناسب بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم عن السلام والرحمة والعدالة الاجتماعية. وتتردد رسالة العيد المتمثلة في الوحدة والتفاهم في أرجاء المجتمع المصري. إنها فرصة لرأب الصدع وتعزيز التسامح والعمل معاً من أجل عالم يسوده المزيد من العدل والرحمة.
القسم الحادي عشر الخاتمة، وقت للوحدة والامتنان والتأمل. تشكل ذكرى المولد النبوي الشريف منارة أمل وإلهام في عالم غالباً ما يتسم بالانقسام، فهي وقت يجتمع فيه المسلمون في جميع أنحاء العالم، وخاصة في مصر، بروح من الوحدة والامتنان. وبينما تجتمع العائلات وتكتظ المساجد بالمصلين وتكتسي الشوارع باحتفالات نابضة بالحياة، وتتيح هذه المناسبة فرصة للتأمل في حياته صلى الله عليه وسلم وتعاليمه.